ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اخدكم ونروح ناكل عند مطعم دايت اند فات. اول حاجه رحنا المكان وقعدنا وكان المنيو موجود، قعدنا نختار الاكل اللي احنا عاوزينه وفضلنا قاعدين ننتظر شويه. الاكل جالنا بالمنظر ده، كان متغلف بس الحاجه كانت السندوتشات حجمها كبير، وطبعا عشان حجمها كبير احنا معرفناش ناكلها بالطريقه ديت، فندهنا لحد يقسم لنا السندوتشات عشان نعرف ناكلها. وكمان كل ساندويتش كان جاي معاه جلافز، حاطين لنا جلافزات كتير عشان ما نبهدلش نفسنا. وهنا بقى بدأت اني ادوق الاكل. الاكل كان طعمه حلو وكان مخدوم، يعني الفراخ كان حجمها كبير. وهنا برضو حبيت اوريكم ساندويتش تاني، ده كان فيه موتزاريلا ستيكس، فكان طعمها حلو برضو. والاكل كله على بعضه كان طعمه جميل جدا، بس كان عندي ملحوظة صغيرة، هي ان كان نفسي احس بطعم تتبيلة الفراخ، خصوصا ان كان نفسي اطلب ساندويتش يكون الفراخ تبقى سبايسي فيه، ولكن انا ملقتش عندهم دوت. وقالولي ان الساندوتشات بيضيفولها فلفل هالبينو، ولكن انا ما حبيتش طعم فلفل الهالبينو قوي، كان نفسي احس ان الفراخ تبقى سبايسي اكتر. وبس كده، لكن في المجمل الاكل كان طعمه حلو قوي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد.